كما أكد الملك محمد السادس أن المغرب سيظل ملتزما بالحوار مع جارة إسبانيا بخصوص أماكن التداخل بين المياه الإقليمية للبلدين في إطار قانون البحار واحترام الشراكة التي تجمعهما. شعبي العزيز، إن التزامنا بترسيخ مغربية الصحراء على الصعيد الدولي لا يعادله إلا عملنا المتواصل على جعلها قاطرة للتنمية على المستوى الإقليمي والقاري، واستكمالا للمشاركة للمشاريع الكبرى التي تشهدها أقاليمنا الجنوبية، فقد حان الوقت لاستثمار المؤهلات الكثيرة التي يزخر بها مجالها البحري. وفي هذا الإطار أكمل المغرب خلال هذه السنة ترسيم مجالاته البحرية بجمعها في إطار منظومة القانون المغربي في التزام بمبادئ القانون الدولي. وسيظل المغرب ملتزما بالحوار مع جارتنا إسبانيا بخصوص أماكن التداخل بين المياه الإقليمية للبلدين الصديقين في إطار قانون البحار واحترام الشراكة التي تجمعهما، وبعيدا عن فرض الأمر الواقع من جانب واحد.